اسمع ساعة وستين دقيقة كل يوم من الحد للأربع من الساعة 12 للساعة 2 على راديو حريتنا. راديو حريتنا، صيامك حرية. ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم في ساعة وستين دقيقة على راديو حريتنا، ولسه مكملين مع سيف أحمد. ودلوقتي احنا هنقول بقى برضو حلويات العيد زي البوتيفور والغريبة. انت هتبتدي بايه؟ بالبوتيفور. بالبوتيفور. اوكي ندخل على البوتيفور. برضو دقيق وزبدة وسكر بودرة وبيض بيكنج باودر وفانيليا وكاكاو طبعا عشان خاطر لو عايزين اللون اللي هو الشوكولاته. لون الشوكولاته. بنبتدي نضرب السكر بالزبده، ممكن الاول برضه نضرب الزبده لوحدها ولما نضربهم ببعض لحد ما توصل لمرحله تبقى شبه كريمه شويه. بعد كده بنجيب البيض، هي بتبقى بيضه واحده، وبنضربها بره مع الفانيليا عشان بس تاخد الفانيليا كلها يعني. بعد كده تحط البيتي فور كله بيضة واحدة. انا حاسس ان هي كمان دي قليلة. انا اول مرة اعرف بصراحة. لا ما في كمية، في كذا طريقة، في كذا طريقة حسب الكمية. وحسب الكمية، الكمية دي قليلة. بس اصلا في ناس ما بتحبش البيض كتير في الاكل يعني. في ناس بتحس ان هو باين فما بيحبوش ياكل حاجة زي كده البيض لونه كده. تمام. البيضاية مع الفانيليا، وبعد كده بتتحط على الخليط اللي بقى عامل زي الكريمة ده. ونكون مجهزين بقى بره الدقيق، نتقلب فيه البيكنج باودر وشويه ملح صغيرين، وبعد كده بنضيفهم حبه حبه ونقلب. بس التقليب بيبقى بالراحه، مش ندعك زي الكحك، لازم يبقى بالراحه عشان خاطر ما هتبوظ التشكيل بعد كده لو ما اتعملش تقليب بالراحه. لازم نقلب جيدا بس بالراحه. بالراحه تقليب بس كده يعني، لو هو عجان او حاجه زي كده هيبقى هو بيقلب لوحده، انما ما نقعدش ندعك بالايد كده لحد ما هو بالظبط. والدقيقة بتحط حبة حبة عشان ممكن ما يحتاجوش كله. طبعا الدقيقة انا ما اقدرش اجزم هو قد ايه بالظبط، لان ممكن نوع من تاني يختلف الكمية اللي احنا محتاجينها. بعد ما يبقى العجينة بقت ناعمة وطرية كده ان هي ينفع تتشكل، بنقسمها بقى. لو عايزين شوكولاتة ناخد شوية نحط عليهم الكاكاو اللي احنا عملناه، وممكن الكاكاو ده نحط له معلقة لبن على اساس ان هو ما يتركعش عشان ما يبقاش حتة وحتة، لا فهيتدوب الأول. بعد كده يتعجن كلها ونقلب لحد ما تبقى كلها خلاص لون واحد بالمكنة بقى بتاعت البيتيفور والشكل اللي احنا عايزينه، ونحطها وبعد كده نشكل. وممكن في طريقة برضو، طب ولو احنا مثلا عايزين نحط مثلا فوقيها عين جمل أو بندق أو كده، نحطها ندخلها مع العجينة ولا يعني نحطها جوه العجينة ولا برضو بعد ما تتعمل؟ ممكن بعد ما تتعمل خالص تتحط في مربى أو حاجة وترش عليها مطحون شوية كده، هتبقى عندناش كده أو فرنسيه فتبقى حلوة. بس ممكن نشكل برضو، نعمل إن الواحدة تبقى لونين مع بعض. انما المكنة في البيتيفور بدل ما احط فيها لون واحد احط اتنين بالطول، كل واحده لون، ساده واحده كده. لما تيجي تشكل بعد كده هتطلع البيتيفور الواحده عباره عن نصين لون. لونين مختلفين. وساعات برضو ممكن نعملها ان هي اسطوانه وحواليها اسطوانه لون ولون، تطلع برضو شكلها حلو قوي. غير طبعا التدقيق بقى بعد ما تستوي بتدخل في حراره متوسطه بقى، مش حاميه زي الكحك. تطلع تلزق بقى، بس تهدى الاول وبعد كده نطلعها، وبعد كده لما تبرد خالص نبتدي نلزقها في بعض ونحط عليه المربى ونحط عليه بقى الفرماسيه او المكسرات اللي احنا عايزينها. تمام. دي البيتيفور. دي بقى الغريبه. وعايزك تهتمي شويه بالغريبه دي عشان بيبقى في ناس كده عندها مشكله فيها. دايما بتبوظ. ايوه فعلا دايما بتبوظ، يا اما تبقى ناشفه يا اما تبقى كبيره وتطلع مسيح خالص. لما بتبوظ كده ده بيبقى سكر زياده. بتبقى سكر زياده فبتفرش قوي. طب لما يشيل السكر فعملها ناشفه. ناشفه دي بتبقى السمنه قليله. تمام. ندخل على الوصفه. ندخل على الوصفه. الغريبة ممكن اقول بقى في التفصيل المرة دي. كيلو دقيق، الكلام ده كيلو دقيق وثلاث كوبايات زبدة وكوباية سكر بودرة. السكر بودرة طبعا لو احنا اللي هنطحنه بننخله برضه عشان ما يبقاش فيه كلاكيع. بياض بيضة، فانيليا، وذرة ملح، واللوز طبعا لو احنا عايزين نحطه على الوش بيبني شكل حلو والطعم طبعا.
الدقيق طبعا لازم يتنخل، وبعد كده السكر والزبده نضربهم برده لحد ما يبقوا زي الكريمه بنفس طريقه البيتي فور. ممكن نضرب الزبده الاول لوحدها، وطبعا الزبده بتبقى حركه الغرفه ما تبقاش جامده. تمام. بعد ما تبقى زي الكريمه نحط البيض بالفانيليا برده يتضربوا بره ويتحط عليهم، ونفضل نقلب شويه، وبعد كده نحط الدقيق بقى بالتدريج برده، ممكن ما نحتاجهاش كلها لحد ما العجينه تبقى ناعمه قوي وما تلزقش في الايد في نفس الوقت. بعد كده نشكلها بقى كور صغيره قوي اكبر من البندق بحاجه بسيطه، عشان هي كده كده بتكبر شويه فتبقى صغيره قوي، ونحطها نرصها وبعيد عن البحر عشان ما تلزقش بعد ما تستوي، ونحط عليها اللوز من على الوش من غير ما نضغط عليها، مجرد تتحط حاجه بسيطه كده. لا اصلي ناس بتحب لو اديتك قوي كده ضغطت هتلاقيها فرشت ممكن تلزق. تمام. هي دي اصلا. لا ناخد بالنا يا جماعه، يعني نيجي نحط البندق او نحط اي حاجه عليها بالراحه، يعني ما تضغطش جامد. دي بقى بتستوعب النار هاديه خالص، وكمان ما لونها ما يتغيرش، ما ينفعش نسيبها تحمر مثلا او تبقى، هي لازم تبقى لونها ابيض. تمام. بس بعد كده تتشال برضه لازم تهدى خالص تبرد قبل ما نشيلها، وبعد كده يعني ينفعش نشيلها وهي سخنه في نفس الفرق الجامد فرق عشان هي ناعمه. تمام. بس بعد كده تترص او تتاكل بقول انا مش البسكوت بقى ده طبعا اخر حاجه من الهم الحلي دايما بيه. البسكوت بيبقى برضه سهل قوي، هو دقيق وسكر وسمنه، بس ده بقى اللي فيه البيض. هو ده اللي عايز كرتونه بيض لوحده. كميه كيلو دقيق بتحط له 10 بيضات تقريبا. الكيلو دقيق لوحده. فانيليا طبعا عشان البيض. وممكن نحط معلقه نشادر كبيره. عشان بس في ناس، انا عايز اقول لك حاجه، في ناس ما بتحبش النشادر على البسكوت. انا ما بحبوش ولا انا، يعني انا انا نفسي ما بحبش النشادر، ريحته بتضايقني وانا باكل بسكوت. طبيعي طبيعي بعدها يعني. وبرده معلقه بيكنج باودر وكوبايه لبن. تمام. في ناس بتحط بشر برتقال عشان تدي حلوه برده، بتشيل الزفاره بتاعت البيض عشان البيض بيبقى جامد قوي كتير، فالبرتقال طبعا بيعمل نفس التاثير الفانيليا بس ريحته اقوى وطعمه اقوى. بيتضرب البيض برده، وبعد كده بنحط، لو هنحط نشادر بندوبه في اللبن والبيكنج باودر ونحطه على البيض، وبعد كده بنقلب طبعا ده كله، وبعد كده نضيف الدقيق برده شويه شويه لحد ما تبقى العجينه طريه وسهل التشكيل، مش ناعمه زي البيتي فور والقريبه، بس سهل التشكيل ومش ناشفه. وبعد كده يتشكل بقى، في طبعا طريقه تشكيل التقليديه اللي الستات كتير بيعملوها، بالمفرمه وبيعملها كده عشان تشكيل البسكوت، وتطلع زي صوابع طويله كده، ترص برده في الصاج وبعيد عن بعض، وبعد كده تستوي برده بيطلع بقى. بس في ناس بتحط على البسكوت جوز هند. ممكن يتحط مع العجينه بقى عادي صح؟ تمام. طبعا احنا بنشكرك يا احمد، بجد عملت لنا حاجات كتير وقلت لنا حاجات كتير حلوه. بس في مفاجاه كده عايزين نقولها لربنا الذين، ان الشيف احمد هو اصلا مش شيف، هو هاوي الموضوع ده وبيحب الموضوع ده. هو اصلا مهندس. هو مهندس. هو احمد مش شيف، هو مهندس، بس عايز اعرف يا احمد انت حبيت الموضوع ازاي؟ طول عمري اصلا عندي اخوالي وخالاتي بيحبوا موضوع الاكل ده. تمام. فانا وماما طبعا، فانا طول الوقت انا قاعد عمال اتفرج، يعني حتى مش حد علمني، انا قاعد معاهم عمال اشوف بيعملوا ايه. واحده في واحده بقيت يعني ممكن اقول لماما هي ما تخشش المطبخ اصلا. وانا اقعد معاها. بجد والله يعني. متجوز احمد ولا لسه؟ متجوز. بتساعدها بقى في المطبخ؟ بساعدها، بس هي طباخه شاطره جدا. لا انا عايز اتعزل عنك يا احمد بقى. الاقي بقى اكيد حاجات غريبه كده. ربنا يخليك يا عم. دي كانت مفاجاتنا للجمهور، ان وبعدين وعوات للجمهور، ان بعد كده هيبقى معانا ناس بيحبوا حاجه ومحترفينها بس بيشتغلوا حاجه تانية خالص طبيعي. دي هتبقى فقراتنا بعد العيد ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. حلقتنا دلوقتي خلاص خلصت، بجد انا كنت سعيده معاك النهارده يا عربي. نورانا في رمضان، وكنت سعيد جدا. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم، وعيد سعيد بقى عليكم. خلاص رمضان خلص. الله الكحك والبسكويت يا جماعه. العيد يعدي سعيد علينا ان شاء الله. شكرا يا احمد، كنت منورنا النهارده في ساعه و 60 دقيقه. استنوا بكره محمود الاثناوي ودوحة النادي في حلقه جديده من ساعه و 60 دقيقه بكره. باي باي.
اجلي وعلى الله تتغرب شكلي لك شوف اللي محدش شافه مني بجد يمين نفسك ودي مسألة منتهية وخلاص كده انت معايا نهية وما هفرق نظرا عن ايام حبيتك فيه بس وما تاخدنيش بالصوت بس وما تقدرش معايا اسكت خلي اليوم ده يفوت وليم هحتلك وياك ليا نظرة فيك ومن جوايا من فترة انا على فكرة بكثرة ده بكرة مش هيجي من يا شكلي وعلى الله تتغرب شكلي لا تشوف اللي محدش شافه مني بجد يومين نفسك ودي مسألة من تانية وخلاص كنت انت معايا نهية وانا بفضل نظرا عن ايام حبيتك فيه I'm gonna take you.